طيب ابرز مباريات اليوم، وبعد انتهاء التوقف الدولي فبالتالي دوريات كتير جدا رجعت واستأنفت نشاطها، فخلينا بالتالي نبتدي بالدوري الانجليزي اللي استأنف مبارياته بالامس وشهدت عدد من المباريات المميزه جدا، وكان اهمها بالنسبه لنا مباراه ليفربول وارسنال، مهمه بالنسبه لنا عشان اثنين من مصريين نجوم كبار جدا وعالميين وهم محمد صلاح والنني لعبوا بعض. المباراه انتهت بفوز محمد صلاح 3-0 في مباراة شهدت هدف من خلاله، فاز على النني بهذه النتيجة. بالتالي مباريات اليوم اتلعبت، أول مباراة الساعة 1 الظهر ما بين ساوثامبتون وبيرنلي، انتهت المباراة بفوز ساوثامبتون بنتيجة 3-2. نيوكاسل لعب مع توتنهام، مباراة لسه منتهية منذ لحظات بالتعادل الإيجابي 2-2 ما بين الفرقتين، وأحرز هدفي توتنهام هاري كين عشان يتصدر ترتيب هدافي بطولة الدوري الإنجليزي بعد ما كان تصدر بالأمس محمد صلاح. كده هاري كين 19 ومحمد صلاح 18 جول. الساعة 5:30 يعني كمان نص ساعة أستون فيلا مع فولام، والساعة 8:30 مانشستر يونايتد مع برايتون. دي مباريات الدوري الإنجليزي. أما بخصوص الدوري الأسباني فديبورتيفو ألافيز لعب مع سيلتا فيجو في مباراة انتهت بفوز سيلتا فيجو بنتيجة 3-1. الماتش ده كان الساعة 2 الظهر. كمان في ماتش ابتدى الساعة 4:15 ما بين إليتشي وريال بيتيس، وتعادل إيجابي حتى الآن 1-1. قادش هيلعب مع فالنسيا الساعة 6:30، وإشبيلية مع أتلتيكو مدريد الساعة 9:15. دي أهم وأبرز المباريات تحديدا يعني في الدوريات الكبيرة، بما اننا بنتكلم على بطولتين من اقوى البطولات العالميه سواء الدوري الانجليزي اللي هو الاقوى على الاطلاق وايضا الدوري الاسباني.